فيه الآمال. برنامجنا بطفولتنا حتما يهتم. بين بالسمه للخط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاع المولد كربلائي. بين بالسمه للخط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاع المولد كربلائي. يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شع وبنضوتني اخده قبل الزهرة مهدة هذا حسين بينه وبين الله شقد موده عقل انتهي والله راضي يزور ولفه امشي وبيا لهفه لأهل البيت فطر سجد جنحي يريد يشفى تدري الخيمة والماي سيد كربلاء الجاي عندهن هالمسا وياي مولد كربلاء. بين بالسمه للخط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاع المولد كربلائي. بين بالسمه للخط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاع المولد كربلائي. والثاني المقترن بنفاسي بس ما رافع راسي فأنا العباسي شوفه شماردت ينطيني خير تارس عيني هو المربيني وبدنياي عاش وياي أنا بزوجة كامل ارزم يا أبو فاضل حيدر بيه ومربي حلال المشاكل للكرار وارث صاري مانا وثبات من أول حياته حيدر قال هالكفال يتكف الخواته عباس الميادين تربيت ام البنين فرحة قلب الحسين مولد كربلائي. بين بالسمه للخط الفرحه مرسال مولد. اشكرك. اول شيء السلام عليكم واسعد الله ايامكم بهذه الولادات الميمونه والشعبانيه الرائعه. كل عام وانتم بألف خير. اهل العم ابو عبد الله. وان شاء الله دائما تجمعنا هاي المناسبات السعيده والمباركه. احسنت. يا وليدي يا مهدي. الله يحفظك. يا بالصوت الحلو. شكرا جزيلا ابو عبد الله. احنا دائما نقدم التهاني بهاي المناسبات. اكيد احسنت. ونبديها من يمنا. ان شاء الله تعالى عمو ابو عبد الله واكيد نرفع اسمايات التهاني والتبريكات الى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الى مراجعنا العظام العالم الاسلامي اجمع كل محب وموالي في قلب حب محمد وال محمد بذكرى الولادات الشعبانيه المباركه. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم جميعا اصدقائنا الشطار طبعا لا سيما ولاده مولانا الامام السجاد سلام الله عليها سلام الله عليه واكيد ان شاء الله تعالى اصدقائنا وحبتنا ومشاهدينا الكرام نسال من الله تعالى ان يوفقنا واياكم لاحياء هذه الذكرى العطره والميمونه واحب اقول لكم جميعا اسعد الله ايامكم خصوصا عمو عبد الله مره ثانيه اسعد الله يا عمو عاشت ايدك على هذا الكلام الحلو والرائع الله يحفظك يا ملا مهدي الله يخليكم ان شاء الله عمو عبد الله المناسبه احنا هم نحب نوجه التهاني والتبريكات صح لكل شعوب العالم لأنه هاي الولادات هي تخص كل العالم لأنه شنو هاي ولادات النور النور والعلم
للأرض وللبشرية. هاي الأقمار المحمدية أكيد هاي ولاداتهم هي اللي بها الخير والبركة. أكيد طبعا يا عيني يا جماعة. وإنه بشوف ها يا جماعة وقف حسوني خلينا نحكي يا حسوني. أم عبد الله شو مجهز اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله شلون ترتيبات على مود هاي المناسبات؟ ما شاء الله والله حلوة صح صح. أقول لك حسين سولف شنو ايش بيه حسوني خلينا نشوف أشوف أقضاي يا جماعة ها. شنو الموضوع؟ أشوف كل واحد جاي هنا إلى آخر والظاهر نسيتوني تان راح أزعل وأروح من هنا. لا لا حسوني مو هي شبعوض خوفتني. شلون ننساك وانت عزيز علينا وكل شيء ولا زعلك بعدين حسين خصوصا احنا بهاي الايام المباركه. نعم وانت اسمك المبارك صح. اسمك حسين اي والله صح. شلون ننساك وانت على اسم سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام سلام الله يعني. والنوب ابوك شو اسمه؟ شو اسمه؟ علي. اسمه علي حسين علي يعني ما تقول لي شلون ننساك. مستحيل ننساك. الله يحفظك بخير وتدلل اكيد. لا هو الظاهر نسى شغله او ما يدري بشغله. شنو؟ انت ما تدري يا حسوني ايه؟ انه الكنترول طالع نقطه انه مهمه بعد اكثر وهي هو اسمه حسين وهو اسمه علي وانه بجده اسمه عظيم. اللهم صل على محمد. لا قد نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وعلى اله. بس حسوني قلت لكم الظاهر يعني مو بباله في الشغله. حسوني احنا شلون ننساك؟ انت اصلا ما تدري انا جاي لهنا انا خصيصا عمود اشوفك واهنيك واجيب لك هذه الاوراق. تسالني هسه شنو هاي الاوراق؟ هاي الاوراق بيها مجموعه من الاسئله. عديت هذه الاسئله لكل الكادر لكل من موجود في شارع الاصدقاء حتى اليوم نجاوب على كل هذه الاسئله امام الاصدقاء وامام الكاميرا. فاريدك انت تاخذ هذه الاوراق هسه وتوزعها بمعرفتك على شارع الاصدقاء. شنو رايك؟ ها تمام. اذا هي تلعب انا اعتذر لان انا صورت انتم ناسين. لا شو بس انا جاهز حتى اوزع الاوراق. عافية عليك وعاشت ايدك. عشيدة. يلا عشيدة. اطلع بارك الله فيك. وبدنياي عاش وياي انا بزوجك كامل ارسم يا ابو فاضل حيدر بيه ومربي حلال المشاكل للكرار وارث صاري معنا وثبات من اول حياته حيدر قال هالكفال يتكفل خواته عباس الميادين تربيت ام البنين فرحة قلب الحسين مولد كربلاء بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء. رجع من الدكان بارك الله بيك حسوني تعبناك احنا بس احنا نمون عليك. والان اصدقائنا الشطار بعد ما وزعنا هذه الاسئله الجميله والرائعه اللي بيها معلومات رائعه جدا وجميله عن سادتي وقادتي اهل البيت سلام الله عليهم وخصوصا الذين ولدوا في شعبان، واسمحوا لي قبل ما نقدم هذه الاوراق ونقدم الاجوبه السعيده والجميله والرائعه ان اقدم الترحيب باصدقائنا الشطار الرائعين الذين الان يشاهدون عبر قناه كربلاء الفضائيه. واحب اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من حلقات برنامجكم عمو فرحان من على شاشتنا الذهبيه شاشه قناه كربلاء الفضائيه. واكيد اسمحوا لي ان اقدم لكم التهاني بذكرى الولادات الشعبانيه المباركه والميمونه. اسعد الله تعالى ايامنا وايامكم بذكر محمد وال محمد واسعد الله مساكم بكل خير. اليوم شفنا الاجواء ما شاء الله الطقس رائع جدا. اكيد هذه هي ايضا نعتبرها رساله من الله سبحانه وتعالى نزل المطر الخير المبارك بهذه الذكرى العطره والميمونة. والآن نعود إلى أسئلتنا الجميلة وأول سؤال راح يكون مع سندباد. خلينا نشوف شنو محضر لنا سندباد. بورقتي مكتوب سؤال وهذا السؤال يقول في أي شهر نحن الآن وما هي أهم المناسبات في هذا الشهر؟ وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاركين وأصدقائي المشاهدين من خلال فقرتكم وخلال قناتكم اللي نحن كلنا نحبها اللي هي قناة كربلاء الفضائية. طبعا جو هذا السؤال أنه إحنا الآن نعيش بداية شهر شعبان المعظم وأكيد الولادة الميمونة اللي هي ولادة المحمدية عليهم السلام. أحسنت وليد سندباد. وآلي سؤالي شنو شنو يقول؟ شي يقول بالله يقول ماذا ستقول بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية؟ حلو حلو. والآن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالنا الحلوين مشاهدينا الكرام وبحلقتنا حلقة اليوم. طبعا نهني العالم الإسلامي والأمة جمعاء ومراجعنا العظام ونحن نعيش أيام مناسبات سعيدة ومباركة في هذا الشهر المبارك المعظم وألا وهي الأقمار المحمدية ولادتهم.
جعلها لنا الله الخير والبركة، خصوصا اليوم نعيش ولادة الإمام السجاد عليه السلام، علي بن الحسين عليه السلام. يعني من هو السجاد؟ السجاد هو علي بن الحسين عليه السلام. وهسه نشوف صديقنا مهدي. والله يا عم ابو عبد الله، انا بصراحه احب ان اوضح للاصدقاء جميعا من هو المولود في هذه في هذا الشهر الفضيل المبارك. احنا دائما نسمع الولادات الشعبانيه، الولادات العظيمه، البركه والخير، بس يعني قد يخفى على بعض الاصدقاء انه من هو اللي مولود بهذه المناسبات. فاحب ابدي وابدي لكم ان شاء الله من مولاي قمر يعني الامام الحسين سلام الله عليه، القمر المنير، في شهر شعبان المبارك، والذي ولد في اليوم الثالث من شهر شعبان المبارك عام، يا عام أصدقائنا الشطار، في عام 4 للهجرة. إذن تعرفنا على القمر الأول في ذكريات الولادات الميمونة في شهر شعبان. أما القمر الثاني أصدقائنا الشطار فهو قمر بني هاشم، مولاي أبا الفضل العباس وصاحب الوفاء وحامل اللواء، والذي يعني يوم أمس عشنا ولادته الفرحة والحلوة والرائعة. أكيد هسه الآن راح نتعرف على تاريخ ولادة مولاي أبا الفضل العباس، والذي ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان المبارك في عام 26 للهجرة. عرفنا الآن القمرين اللي بالبداية الإمام الحسين قلنا وأبي الفضل العباس سلام الله عليه. أما القمر الثالث راح يكون يمكن قالوا وياك يا عم أبو عبد الله. أنت وياك يلا تفضل. هو أنا سؤالي، من هو القمر الثالث من الأقمار المحمدية؟ وأنا أجيب وأقول القمر الثالث هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، والذي وافق يوم 5 من شهر شعبان المعظم وفي عام 38 للهجرة، يعني ولادته المباركة اليوم. ما شاء الله، عاشت ايدك. الحمد لله. ذكرت يا قمر هو قمر الثالث، عافية عليك. إذن بابو قعدنا غير القمر الرابع والخامس. من هو القمر الرابع؟ ركزوا وياي أصدقائي، هو مولاي علي الأكبر سلام الله عليه، حيث ولد في اليوم 11 من شهر شعبان المبارك عام 33 للهجرة. ما بقعدنا غير قمر واحد مولود بشهر شعبان المبارك، وهو القمر الذي ننتظره طول حياتنا، ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى بتعجيل فرجه وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله تعالى من أنصاره وأعوانه، وهو مولاي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى الله فرجه الشريف وسلام الله تعالى عليه، حيث ولد في اليوم 15 من شهر شعبان، يعني النصف من شهر شعبان المبارك عام 255 للهجرة. وضحنا لكم هذه الأسئلة أصدقائنا الشطار الجميلة والرائعة. شو تقول عمو عبد الله؟ أحسنت وليدي مهدي، وعاشت إيدك على هاي المعلومات القيمة. أحسنتم. واللي أكيد راح يستفيدون منها أطفالنا الحلوين. ضروري والله يحفظوها. لازم لها شلون؟ أكيد. زين هسه شنو؟ هسه نروح الفاصل قصير ودعاء الفرج وراجعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بالسم هلال خط الفرحة مرسال، مولد 5 أبضال مولد كربلائي. يا قلبي طير من ضلوعي، أسرع من دموعي، يحكي عن موضوعي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أصدقائي أصدقاء برنامج عمو فرحان. هسه أنا اليوم سؤالي راح يكون شنو الفقرة اللي راح أقدمها هسه؟ أنا أقول لكم الفقرة اللي راح أقدمها هسه هي فقرة القلم السحري، واللي بيها راح نشوف هذا أو العفو راح نشاهد رسم مهم، فأتمنى من كل واحد منكم أنه يتعلمون من هذا الرسم المهم، واللي هو شنو؟
خلينا نشاهد فقرة القلم السحري. الآن مع القلم السحري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأطفال، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ها؟ أنتم بخير الحمد لله. أنا القلم السحري أحبتي، ووظيفتي هي أن أرسم لكم أشكالاً جميلة ومختلفة. ما الهدف؟ الهدف منها أن نتعلم كيف نرسم وكيف نبدأ بالخطوات الأولى للرسم. ورسمتنا لهذا اليوم أعزائي الأطفال هي النحلة. هيا بنا لنبدأ. أحضروا قلماً وورقةً وأقلام تلوين. والآن هل أنتم مستعدون؟ لا أسمع، هل أنتم مستعدون؟ آها، إذن فلنبدأ على بركة الله. أصدقائي الأطفال، اكتملت رسمة النحلة الجميلة لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كيفية رسم النحلة أحبتي الصغار، وأمنياتي لكم بمستقبل فني باهر إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي في حلقة قادمة مع رسمة ملونة جميلة ومع القلم السحري. مع السلامة. هاي الله يحب دعائه، نهر احساس وعلى الناس شفش يتصدق، يشهدنا الفرز دق ابن الزهراء والبطحاء، تعرف وطئك الحق يشهد للحرم كون والحلو اللي يحجون، هاي الليله يدرون مولد كربلائي. خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبطال، مولد كربلائي بين بالسما هلال. خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبطال، مولد كربلائي. والرابع أكبر بكل معنى، وابن سيد الجنة جد حيدر جنة، وعيوني والقلب ما عافر ينسحر من شافة، أحمدية وصافة. يا محلى جل الله ما خالف شبيها، لازم حكمة بيها، شبل حسين قرة عين ليلة ضيع عليها، ما مضروب حسنة. نعم نعم أكيد أطفالنا الحلوين، وصلنا الفقرة حقيقة نالت إعجاب واستحسان المشاهدين الكرام، ألا وهي هاي جلستنا المباركة، واللي من خلالها
راح نسمع من الشيخ عباس الكربلائي فد معلومات جدا قيمة ومهمة، وأيضا راح نسمع صوت الشجي لصديقنا مهدي مع هاي القصائد الرائعة. لكن بداية مع الشيخ عباس واللي راح نستفيد منه مثل كل يوم هاي المعلومات المفيدة والقيمة، ونقول له السلام عليكم شيخنا وأهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم أبو عبد الله، أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة الميمونة وهي ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا في هذه الليلة من المتباركين بولادة الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عم فرحان، وإحنا نذكر ولادة الإمام علي بن الحسين عليه السلام الملقب بزين العابدين الذي ولد في مثل هذا اليوم يوم الخامس من شهر شعبان المعظم. الإمام زين العابدين عليه السلام هو الإمام المعصوم الذي فرض الله عز وجل عصمته على الخلق وجعله سيدا على الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام هو ابن الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وأمه السيدة شاهة زينان، هذه الإمرأة التي اختارها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى السيدة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وأنجبت الإمام زين العابدين عليه السلام في مثل هذا اليوم، وقد أشرق بيت الإمام زين العابدين عليه السلام وأشرق بيت الإمام الحسين عليه السلام بنور الإمام زين العابدين عليه السلام. إن الإمام زين العابدين تخلق بالأخلاق الرفيعة والأخلاق العظيمة، حيث كان الإمام زين العابدين كثير العبادة إلى الله عز وجل ولقب بالسجاد. البعض الأصدقاء لا يعرف لماذا لقب الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا اللقب وهو لقب السجاد. الإمام السجاد عليه السلام لما لقب بهذا اللقب لأنه كان كثير السجود إلى الله عز وجل، كان عندما يريد أن يخرج من بيته يسجد إلى الله عز وجل، وكان عندما يدخل إلى الدار يسجد إلى الله عز وجل، وعندما كان يتكلم مع الناس كان يسجد إلى الله عز وجل. فالإمام زين العابدين عليه السلام لقب بهذا اللقب، ومن أخلاق الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يسامح من الذي كان يسيء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. احنا في كل هذه الجلسة نتكلم كنا عن شهادة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، اليوم نتكلم عن أفراح أهل البيت عليهم السلام، حتى ماذا نطبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أتكلم كم أناشيد قليلة عن ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجاه إذا رايد يلي تسمعني، وجاه وإذا نفسك لفاه الهم، وجاه عليها قسم بأمه، وجاه وجاه أبو الباقر يحيي
أصعب قضية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلي وصلي أحب الصائم ربه ويصلي وحب ندوم وصلى. وصلي أحب اللي يرفع صوته ويصلي صلي على الهاد وعترت الهاشمية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم جزاكم الله خير جزاء. أقول كلامي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول كلامي هذا وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بوركتم جميعا. نسعد الله أيامنا وأيامكم مرة أخرى، وأكيد الحمد لله رب العالمين الذي عرفنا بمحمد وآل محمد وجعلنا الله يعني اليوم أنه نحتفل بهذه الولادات الميمونة. أكيد كل الشكر والتقدير للشيخ عباس لهذه المعلومات الرائعة بذكرى ولادة مولاي علي السجاد سلام الله عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المستشفعين بمولاي السجاد سلام الله عليه، وأن نكون يوم القيامة إن شاء الله تحت خيمته ولوائه وخيمة محمد وآل محمد. والآن خلي أشوف عمو عبد الله شنو محضر الكلام اللي يقوله. أنا عندي فشي هالقدوت. هالقدوته ما طول هيش، وهذا كلامك الحلو عن الولادات. نعم دخلني نسمع فتشي من عندك بصوتك الحلو يا عيني. والله تأمر أمر يا عمو أبو عبد الله تأمره إن شاء الله تعالى. وأكيد إحنا شعدنا غير أهل البيت سلام الله عليهم، فلذلك إحنا دائما بأفراحهم وأحزانهم نكون معهم إن شاء الله. وأكيد هذه هي وصية لكل الأحبة الأصدقاء أن يكونون مع محمد وآل محمد دائما بالأفراح والأحزان. ولذكر محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورود بيديكم وأصواتكم حلوة ما شاء الله عليكم، أريدكم كلكم تصلوا يعني بأصواتكم الصداحة والرائعة تشاركون وياي إن شاء الله. إن شاء صلوا الله على محمد وآل محمد مرة أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد. افرح افرح يا المحب عيادنا، افرح افرح ويفرح سجادنا، افرح افرح يا المحب عيادنا، افرح افرح ويفرح سجادنا. بعد اعلى افرح افرح يا المحب عيادنا، افرح افرح ويفرح سجادنا. الله ان ولد محبوبنا تنبض ويا قلوبنا محبته، الامام العابد ما سجدها واحد سجدته. يا حلاتي الليلة افرح واغني له فرحته، كلمتك عليها افتخر واحكيها عشقته عشقته. يلا والله والله ما نعوف الغالي، والله والله والفرح للتالي، والله والله ما نعوف الغالي، والله والله والفرح للتالي. الشمة محتارة داخت بأنوار الفريدة، الاسم وحروفه القلم ميعوف يعيده، الشعر وبياته جمع بكلماته قصيدة، بمديح الغالي الشعر يحلالي نشيده نشيده. يلا يلا كلها كلها مولده فرحانة، كلها كلها تنور الدنيانة، كلها كلها مولده فرحانة مولده فرحانة، كلها كلها تنور الدنيانة. شعت المعمورة بالإمام ونورة ضياها، الشمس خجلانة سجدة المولانة إجاها،
القصيدة هواية القلم وياي قراها عطرتها بياتي وجددتها بذاتي عطرتها بياتي وجددتها بذاتي مناغة وصفة وصفة للملش محلاته وصفة وصفة يا حلاته بياته وصفة وصفة للملش محلاته وصفة وصفة يا حلات أبيات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بك. وبهاي المناسبة أنا شلون حضركم طبعا مثل كل مرة والله عاشين يعني أم عبد الله الله يحفظكم جعله الله واصل إن شاء الله ثواب واصل الله يحفظكم إن شاء الله. هاي أخوة مرة ثانية جبتك حتى أنا هم مرة ثانية والله ألف عافية تسلم تسلم عمو عبد الله بارك الله بكم وخلي أروح هسه ال 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 البتي العزيزة الغالية حسن ايه حسن يزور والفه امشي وبيا لهفه لاهل البيت فطر سجاد جنح يريد يشفى تدر الخيمة والماي سيد كربلاء الجاي عندهن هالمسا وياي مولد كربلاء. هسه شنو مشاهدينا الكرام وين وصلنا؟ يم بنيتنا عسل ونشوف شنو محضرتنا. السلام عليكم مع السلامة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام طبعا أشكر عمو أبو عبد الله وأشكركم أشكر جميع مشاهدينا الكرام. هسه وصلنا إلى فقرة حصاد الحلقة وأنا صراحة بودي أنه أشارك هذه الفقرة مع أخي سندباد، بس هسه أكيد راح تقولون يعني ذاك اليوم عافني وراح للحديقة وحده زين وهناك قرأ أو قدم لنا فقرة حصاد الحلقة، فهسه خلينا نشوف هذا حصاد الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأصدقائنا أصدقاء البرنامج أصدقاء برنامج عمو فرحان. رجعنا وياكم بالفقرة اللي إحنا كليتنا نحبها اللي هي فقرة حصاد الحلقة، وأكيد كنا نعرف شلون نتواصل أو تتواصلون ويانا عن طريق رقم البرنامج أو تطبيق واتساب عن طريق الرقم اللي إحنا كنا نعرفه أكيد اللي هو 0771 11 22 88. هذا الرقم تخزنوه وتراسلونه وتدزونه صوركم مقاطعكم اللي تحبون احنا نعرضها افكاركم رسائلكم تعليقاتكم وهواي اشياء تقدرون تدزونا اياها، واكيد راح نعرضها اما في صور اصدقاء البرنامج او مشاركات الاصدقاء او بهاي الفقره اللي هي فقره حصاد الحلقه. فيلا خلينا نشوف صوركم. هنا صديقنا يقول السلام عليكم، أنا محمد رضا أحب عمو فرحان وأحب قناة كربلاء المقدسة، أنا من البصرة. ما شاء الله صديقنا محمد رضا. نعم هنا صديقنا صديق البرنامج أمير أمجد. ما شاء الله أمير قاعد بمكان كلش حلو. ما شاء الله هواي اكو صور رسائل. السلام عليكم كيان جاسم صديقنا كيان. طبعا فقرة حصاد الحلقة من اهم الفقرات اللي راح يسوي في التواصل بيننا وبينكم وهذا شيء اكيد مهم. محمد بهاء ما شاء الله هو قاعد يقرأ الزيارة. ما شاء الله اصدقائنا كلهم حسينيين ودينيين. أم البنين بشير صديقتنا أم البنين. صديقنا حسن سيف. عفوا شو أنا قاعدة ألاحظها أنه أصدقاء من مختلف الأعمار من عمر سنة إلى لحد أعمار كبيرة كلش.
فهذا شيء أيضا جميل. صديقنا صادق حيدر، صادق حيدر. آخر رسالتين محمد أمين، وكاتب هذه مدينتي. آخر صورة وآخر متصل ويانا صديق البرنامج حسين محمد. طبعاً أعزائي المشاهدين، أنا أحب أقول للأسف إحنا وصلنا إلى نهاية هاي الفقرة، الفقرة الجميلة اللي إحنا كلنا نحبها، لأن من خلالها راح نشوف صورنا على شاشتنا المفضلة وبرنامجنا المفضل شاشة قناة كربلاء وبرنامج عمو فرحان. فهسه أصدقائي المشاهدين هاي انتقالة إلى شارع الأصدقاء، وخلي نشوف شو يقولون. أهلا بكم أعزتنا ومشاهدينا الكرام وأخوتنا الأحبة جدا والكرام، وصلنا وإياكم لفقرة جديدة من ساحة وحديقة الأصدقاء في برنامج عمو فرحان، ألا وهي فقرة اتصل واربح، حيث ستكون بها اتصالات جميلة ورائعة وأصواتكم الجميلة ومشاركاتكم أيضا الجميلة، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل الجميل. الآن اتصل واربح. المولد دربنا زين بالسما هلال، خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبضع المولد كربلائي. زين بالسما هلال، خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبضع المولد كربلائي. يا قلبي طير من ضلوعي، أسرع من دموعي، يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته، قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته، وبشعبان شع وبنظم والدنيا خده قبل الزهرة مهدة. هذا حسين بينه وبين الله شقد موده، عقل انتهي والله. اذا اصدقائنا الشطار، احنا صرنا جاهزين لاستقبال اتصالاتكم وكلش نحبها وكلش حلوه، واكيد ان شاء الله سيكون اول اتصال مع العام ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. العفو بلا زحمه عليكم، بس بدنا نشارك باسم عصام علي. اهلا وسهلا، كل الهلا بيكم. الله يسلمكم. اول شيء خلينا نسمع تهنئه من عندك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا خير ايامكم يا رب. شكرا لكم. الله يسعد ايامكم. شكرا لكلماتك الطيبه. هسه انا اقول على هذا الصوت الحلو والجميل، من هسه داخلين بالقرعه بس اعطونا الاسم. مباركات. جميل ما شاء الله. يقولون متباركين. متباركين. احسنتم مبارك الله بايامكم. زين شنو الاسم؟ ما اعرف. همام علي؟ همام علي عصام. دولة دوام. همام علي عصام وعصام علي عصام. همام علي عصام. تمام، يا أهلا ومرحبا، حياكم الله. من يا محافظة؟ من كربلاء. يا أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. يلا يلا خلي يقولوا لنا بعد مرة متباركين حتى قبل يدخل اسمهم بالقرعة، لأن حلوة من حلكم. ما شاء الله. شكرا جزيلا للتوأمان الرائعان، شكرا لهذه التهنئة الرائعة والجميلة. أكيد نطلب من الأصدقاء جميعا أن يهنئون، لأن هذه رسالة لكل العالم أنه اليوم موالين ومحبين محمد وآل محمد يهنئون وفرحين بهذه المناسبات الميمونة والرائعة. نأخذ اتصال آخر وخلي نشوف منه ويانا. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا ومرحبا، من ويانا؟ زينب صالح. يا الله ما شاء الله، زينب صالح من أي محافظة يا زينب؟ زينب محافظة ذيقار. من محافظة ذيقار، من ناصرية العزيزة. زين، إذا نسمع منك مشاركة تسمعينا، يعني نطلب من عندك مشاركة؟ إيه. يلا تفضل. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر،
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى أطلع الفجر. صدق الله عليك. جدا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. ورائعة جدا كذلك. شكرا. شكرا مع السلامة. هسه ويا سندباد. نعم. ألو السلام عليكم. عمو أنا اسمي حسن. نعم أهلا وسهلا. عمو أنا اسمي حسن. حسن شنو؟ إيه خلاص خلينا نعرف. حسن علي. زين يا محافظة. كربلاء المقدس. حسن علي من كربلاء. أهلا وسهلا. البداية فسمعنا فد تهنئة قبل السؤال طبعا. ها تسمعنا على مود السؤال؟ نعم. نعم. أهنيك من ولادة. زين صديقي صديقي حسن. خلي عنده مستجاب. آه يا تمام تفضل يلا نسمع. تمام. شنو تقول؟ يلا وين التهنئة؟ عيد التهنئة ونسمعها. أن أهمي ولادة الإمام السجاد. عافية ما شاء الله على هاي التهنئة. يستاهل والله. يستاهل يستاهل يستاهل. أحسن تبارك الله فيك. طبعا احنا من الضروره انه نعلم اطفالنا واخواتنا الاعزاء بهذه ثقافه التهنئه بالمناسبات وثقافه التعزيه ايضا بمناسبات الحزن، وايضا نحيي عوائلنا ما شاء الله عليهم تربيه اولادهم وبناتهم على خط وثقافه محمد وآل محمد. الله يبارك فيكم ان شاء الله فوقكم. شكرا جزيلا. تحياتنا. نستقبل اتصال من ويانا ونقول له السلام عليكم. وعليكم. من ويانا؟ رقي سلمان. رقية سلمان. أهلا وسهلا. حياكم يا رقية. أقول لك رقية تريد سؤال؟ أي تريد سؤال؟ يلا تريد سؤال. يلا نشوف السؤال. خلي نشوف السؤال. وبدنيا عاش ويايا نتزود كامل. السؤال وظهر السؤال متى ولد الإمام علي السجاد عليه السلام؟ في 3 شعبان المعظم عام 38 للهجرة أو 4 شعبان المعظم عام 38 للهجرة أو 5 شعبان المعظم عام 38 للهجرة؟ إيش وقت؟ ها إيش وقت؟ إيه شو الغلط؟ عام 38 للهجرة. يا يوم يا يوم يا يوم بس يا يوم يوم 5 بدك تقول. خلينا نشوف. انا هم جاي اسمع. نشوف نشوف شوف الجواب. شوف الجواب. والجواب الثالث جواب غنى ونادى والجواب صحيح. صلي على محمد وآل محمد. ما شاء الله اصدقائنا دخل اسمها بالقرعه ابو عبد الله. حلو ما شاء الله. شكرا جزيلا. نستقبل اتصال اخر الان ويا الاصدقاء الاحبه. السلام عليكم. من ويانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الو. لا يوجد صوت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الكرام. أهلا ومرحبا. ما شاء الله اتصالات هواية. طبعا نشكر جميع الأحب الأصدقاء المتواصلين معنا. من ويانا شنو الاسم؟ بتول كرار من كربلاء. بتول كرار من كربلاء المقدسة. بياصف يا بتول. سادي. ما شاء الله. زين إذا نسأل السؤال تجاوبين عليه؟ إيه. يلا رح نشوف السؤال على الشاشة. والسؤال يقول متى ولد سيدنا علي الأكبر عليه السلام؟ هاي الولادة ننتظرها إن شاء الله بالأيام القادمة راح تجينا. هل في 3 من شهر شعبان المعظم عام 33 للهجرة أم 4 شعبان المعظم عام 33 للهجرة أم 11 شعبان المعظم عام 33 للهجرة؟ 11 شعبان. قول 11 شعبان. نشوف الإجابة. نشوف إن شاء الله الإجابة صحيحة. أحمدية وصافا. يا الله عافية عليكم. إجابة موفقة وصحيحة. بارك الله فيكم ما شاء الله أصدقائنا شطار ودائما متفوقين بالإجابة على أسئلتنا. شكرا جزيلا. تحياتنا. ربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديقتي. شنو اسمك؟ زهراء صحيح؟ بس شنو اسم بابا؟ الو زهراء. شنو زهراء؟ سلام زهراء. سلام بس من اي محافظه؟ من كربلاء مو؟ نعم زهراء تسمعينا؟ شو ماكو الصوت؟ شنو ما سمعنا؟ ما سمعنا شيء. عيدي عيدي زهراء. شنو؟ سلام حسن. زهراء سلام حسن. من اي محافظه؟
كربلاء. كربلاء، تمام صديقتنا الزهراء. نسمع فد؟ نعم. أو خلينا نشوف سؤال. أنت بما أنك اسمك زهراء وأبوك اسمه حسن وكلهم هم من أهل البيت، فالسؤال ذكرينا أحد ألقاب السيدة الزهراء عليه السلام. عفوا. فد لقب للسيدة الزهراء؟ ها البتول. البتول 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 والعقيلة. البتول العقيلة راحت. خطيئة انقطع الاتصال. بس يدخل اسمه بالقرعة؟ اي خطيئة. تمام. طبعا لازم لعشوان خطيئة. شنو ذنبها؟ نعم. السلام عليكم. طين ورقة. وعليكم السلام. من هو يانا؟ زهراء محمد. زهراء محمد، يا اهلا بزهراء محمد. من يا محافظة؟ بغداد. اهلا وسهلا. اين زهراء؟ بتحضر للسؤال؟ دولة. نعم. يلا. نعم. يلا خلي نشوف السؤال. وهسه يظهر السؤال على الشاشة. ها يقول السؤال من عندكم. ها سؤال من عندنا. خل تذكر لنا احنا شنو جاي نعيش الان بهذا الشهر المعظم. ايه شنو عندنا؟ ها احنا بشعبان المحمديه، يعني اليوم مولد شعبان المحمديه. بارك الله فيك شاطره ما شاء الله. احسنتي. دخل اسمك في القرعه. شكرا جزيلا. الان حسن من كربلاء. سلام عليكم حسوني. السلام عليكم. يا اهلا ومرحبا، اسعد الله ايامك حسوني. قول لنا شنو اسم بابا؟ حسن عمار. حسن عمار من كربلاء المقدسه. زين حسون، بدي اسالك سؤال. احنا في هذا الشهر المبارك شنو اسمه؟ شهر شعبان المعظم. عفي عليك تبارك الله بيك. شكرا جزيلا. دخل اسمك بالقرعة ما شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتنا. اتصال مع سندباد. تمام. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. شو اسمك؟ اسم بابا من المحافظة. حسن. شو اسم بابا؟ وائل. حسن وائل صحيح؟ صح. أي ومن المحافظة؟ منطقة. نعم. كربلاء. منطقة. تمام يلا خلينا نسمع مشاركة. منين يا؟ من كربلاء. يلا مشاركة. زاركم. يلا تفضل. نعم تفضل. من محافظة ماما كربلاء. ماما عليني بالبيت عارفيني قالت أولهم أحمد أبو القاسم محمد الزهاء أبو الحسين المبتلى والسكر الثالث الظاهر سفار خال قهر مسلسل سابقهم الأنبياء سامعهم الجواب الهادي ينبغي الهادي والأكثر مهدينة ينبغي الهادي. بارك الله فيك. أحسنت. الله يصلي على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. آخر اتصال راح يكون مع عمو عبد الله. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. من ويانا؟ شنو هاي ما دا يسمعنا؟ ما جاء يسمع صح. ايه ايه ماما. السلام عليكم. اسمعونا من الهاتف. انا ليه حسين. اسمه محل حسين. شو اسمه؟ ما اعرف والله. عيد اسمك. الو غير واضح الاتصال للاسف الشديد. واضح مع الاسف. شكرا. اعتذر من الاصدقاء شطار. شكرا. احنا دائما نوصيكم انه تسمعونا من التليفون وتعوفون التلفزيون وتبتعدوا عنه، وتعرفون هسه ايضا الشبكه تعبانه باعتبار مطر وما شاء الله الاجواء حلوه. اتصال اخر خلينا نشوف من وياك يا عمو ابو عبد الله. راح يكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ بنين محمد من بلد. بنين هسه الصوت واضح تمام ما شاء الله جميل. بنين محمد من بلد. احسنت تبارك الله بيك. وجه لنا السؤال. خلي اسئله سؤال يا بنين. خليك وياي. اول امام هو الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. حلو. الثاني من بعده الامام الحسن عليه السلام، حسن بن علي بن ابي طالب. من هو الامام الثالث؟ الامام الحسن عليه السلام. عفي عليك يا شاطره. احسنت تبارك الله بيك ما شاء الله.
وإحنا للمعلومة أيضا أصدقائنا الشطار الإمام السجاد سلام الله عليه هو رابع الأئمة ما شاء الله. شكرا لكل الأحبة نارحني للقرعة وياكم أصدقائنا الشطار وقدم الدورة سندباد. ها يلا تفضل يا سندباد وجيني القرعة شوف الفائز ويانا اليوم راح يكون فائز معنا يلا كيف كل الأحبة مجرد وصالهم هم فائزين فائز ويانا ويانا اليوم إن شاء الله والفائز هو صديقنا حسن عمار من محافظة كربلاء المقدسة. مبروك يا حسن. ألف حسن كل التوفيق والموفقية إن شاء الله لك ولكل الأحبة الأصدقاء. أكيد شاكرين اتصالك وتواصلك أنت وكل الأحبة الأخوة الأصدقاء وأكيد أصدقائنا الشطار إحنا مستمرين معاكم بهذه المناسبات العطرة والميمونة والمباركة بطيلة حلقات برنامج عم وفرحان اللي دائما تجيكم كل يوم ما عدا الأربعاء والخميس ساعة 3 العصر. فأهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا. بقية الكلام والختام مع العم أبو عبد الله. وفي الختام نقول السلام ومع السلامة. أنا حسين بينا وبين الله شقد مودة عقلي التاحي والله راضي يزور والفة أمشي وبيا لهفة لأهلي البيت فطري سجد جنحي يريد يشفى